حديقه المنزل القديم، وبينما شمس النهار تنعكس على البيانو الخشبي تمتد يداه لتلامس مفاتيح البيانو في رقه وحب، حتى ياتي صوت الموسيقى من قلبه وقلب البيانو بنفس الوقت، ثم تنضم هي اليه بصوتها العذب الحنون لتشاركه الحاله الجميله، وتبقى الذكرى بينهم على شفاه مبتسمه وعلى لحن واحد يجمعنا. اعذريني، لم يسعفني الوقت كي ارسل اليك خطابي هذا مبكرا. كنت مهتم بنفسي عن اهتمامك، تاه عني ان اطمئنك علي واطمئن عليك، وتخليت عن صورة الطفل الممسك بيديك، والآن وقد عانقتني الوحدة أتمنى أن أعود يوما لتلك الأيام، أنت وحدك تعانقيني حبيبتي. حست عزوي. فعلا انا عارفه انك بتحب الالوان. ايه يعني مين ما بيحبش الوان؟ طب احنا كله بلاك اند وايت. ما انا من الواني المفضله على فكره الاثنين، البلاك والوايت، الاثنين حلوين، وحتى الافلام كمان بلاك اند وايت احبها. كل حاجه بلاك اند وايت احلى. طب لون بيتك ايه؟ لا انا كنت عامله الوان كتير الصراحه، كذا لون يعني. عامل اوضه السفره مثلا، ده كان اكتر لون غريب فيهم، اللي هو الانجليش جرين، اخضر الانجليزي، الاخضر القديم قوي ده، اخضر غامق قوي قوي. مع جولد ولا بس اخضر؟ مع لا مع اخضر افتح في ثيمز معينه. وبره ما كان كانت جنونه، لان انا عملت ضروري ضروري ان شاء الله ضروري. وبعدين عيب علينا احنا الاثنين، احنا ما كناش شفنا بيوت بعد لغايه دلوقتي، يعني مش معقول، مش معقول كده بجد. وحضرتك مشغول بقى بالمهرجان وحضرتك والدعوات. طب تحب اقول لك دكتور عزت ابو عوف، ولا تحب اقول لك الاستاذ عزت ابو عوف رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي، ولا اقول لك الفنان عزت ابو عوف؟ لا احب تقولي لي عزت ابو عوف بس. بس غير ولا حاجه. بصي، اكتر حاجه في الدنيا بتخليني استعجب الناس اللي كمان بيخترعوا لنفسهم القاب او القاب. يعني اذا كان انا ابويا وامي سموني عزت ابو عوف، فازاي انا ادي لنفسي اي حاجه تانية قبليها؟ لقب دكتور ده غصب عن الواحد، او محامي غصب عن الواحد، او مهندس غصب، دي بتبقى تايتلز موجوده. بس اكيد بتوحشك الكلمه. طبعا دكتور يعني، والممارسه نفسها بتوحشني في اوقات كتير. فعلا؟ امال طبعا. لسه بتعزف على البيانو؟ ده سؤال انا هتكسف ارد عليكي فيه، لانه انا بقالي حوالي سنتين ما حطيتش ايدي على بيانو، مع ان المزيكا الموسيقى عموما دي انا بعتبرها ان انا سنتين. وهو موجود في البيت ولا بعته ولا مش موجود؟ ولا مش موجود؟ مش موجود. ما عشان كده، علشان لو حطيته في البيت مش هقوم من عليه، ما انا عارف نفسي. طب قدرت تبعده عنك؟ هتصدقيني لو قلت لك ان ده كان اصعب قرار انا خدته في حياتي، اصعب قرار ان انا اشيل البيانو من بيتي. صدق. والله العظيم، والله صدقيني. فبس نجحت، لانه لو كنت فعلا فضلت سايب ما كنتش هقوم من عليه كالعاده يعني. طب لو قلت لك اختار اغنيه توصف عزت ابو عوف، تختار اغنيه ايه؟ يا سؤال سهل ابدا، ده سؤال في منتهى الصعوبه بالنسبه لي. حاجه توصف عزت ابو عوف، كلمه، اسم اغنيه. بصي،
في اغنيه بس للاسف الشديد مش مصريه. اغنيه كان بيغنيها نات كين كول، وانا تملي كنت اقول ان الاغنيه دي بتفكرني بيا، اسمها انشانتد بوي. بتحكي حكايه، اغنيه صغيره قوي بتحكي حكايه. كان يا ما كان في يوم من الايام كان في ولد، الولد ده كان غريب مش مظبط، مش مظبط يعني مجنون، لا يعني في حاجه مش طبيعيه، مش عادي. بالظبط هي دي الكلمه. نوالي والد وقابلته مره واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، اتكلمنا عن حاجات كتير، عن المهرجين وعن الملوك، علشان هو كان حكيم جدا جدا جدا. قال لي جمله عمري ما هنساها، الجمله دي ان اهم حاجه في الدنيا انك تعرف تحب وانك تلاقي حد يحبك. ده كل الاغنيه في الثلاث كلمات. الله دي جميلة، فبتفكرني بنفسي قوي. طب انتوا طبعا اسره فنيه كلكم بتحبوا المزيكا، اكيد الاحساس ده بيعمل جو لطيف في البيت لما كل انا واخواتي كلنا بنحب المزيكا. طبعا بس واحنا صغيرين كانت حاجه، كانت عذاب. انا ومنى ومها كنا بندرس في الكونسرفاتوار بيانو، ومنال وميرفت كانوا بيدرسوا كمانجا. الكمانجا آله لما في بداية التعليم بتاعها أنا مش مزعجة، مرعبة، كأن جايبة باب بيزيق طول الوقت. معقولة والله. فهم الاثنين كانوا حاجات كمانجتين واحنا قاعدين على البيانو، فكانت والدتي الله يرحمها كمانجة والباقي بيانو. فكانت مؤلمة شوية. بعد كده بقى كانت حاجة ممتعة لما عملنا الفرقة مع بعض، ودي كانت بتهيألي أنتوا لو ولادي اطردكم. طبعا انت متخيله. انا عايزه انام. طب انا عايزه ارحب بالمفاجاه اللي بتحبها قوي. مين؟ وادخلها مفاجاه بقى. ثانيه واحده. لا لا اوعي يا حبيبي، نورتي. الحلاوه دي جميل، الحلاوه دي. شفت المفاجاه الحلوه؟ كان عمال يكتب لي الجواب تعالي. اتفضلي يا حبيبتي. انت عارفه احنا ما تقابلناش من قد ايه؟ حبيبي من شهور. والله بلاتوهات بس. ايوه انت مش عندك تصوير؟ ايوه عندي. طب امال ايه؟ هو انت عندك تصوير؟ لا انا عندي مسرح. مش لاقياك، مضطره تيجي تقابلك هنا. عرفت انك جاي، جت جري. يا حبيبه قلبي دي، يا حبيبه قلبي. توأم، كان لازم نبقى توأم. طبعا. والله. ايه اخبار الموسيقى مع ماما؟ الموسيقى حياتي. ايه اللي فضل بعد ما سبتوا الفرقه؟ و ايه اللي فضل؟ الذكريات الحلوه. الله. الحلم اللي كنا عايشينه، كانت الارتباط اللي كنا فيه اللي احنا مش لاقيينه دلوقتي. أكيد. للاسف حقيقي يعني. لا الحمد لله لسه فينا التفاهم الودي ده اللي هي بالعين دي، لسه موجوده الحمد لله. بس افتقدنا ان احنا متواجدين مع بعض كناش بنسيب بعض ابدا. بتسالوا على بعض طبعا دلوقتي كتير جدا لو انشغلتوا. صدقيني انا مقصر معاهم. مره مسكتني من قيمه اسبوعين ثلاثه، اديتني درس في الاخلاق اللي والله ما يكلمكيش كل يوم. لا 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 تصوري. لا وانا حسيت ان انا مقصر تماما طبعا في الموضوع ده، فابتديت بس الفتره اللي فاتت ان انا اتلافى الحكايه. مسكتك بقى في التليفون. لا مش في التليفون، اتقابلنا مره في حته تناسي ان احنا اخواتك. ده احنا اخواتك الصغيرين. احنا ابونا دلوقتي مش موجود، انت زي ابونا. انت فضلت ساعه كده بتديني الكلام في عظمي، وبعدين لما روحت كنت حاضر نفسي. ما عملش يعني. طب وانتوا صغيرين كان عامل اخ عامل ازاي؟ لا صعب. لا لا عز، احنا لولا عزت كان زماننا بقينا مختلفين تماما. يعني عزت احنا ما كناش، يعني ابونا كان صارم جدا وكان شديد جدا. اللي كان مامي كانت طيبه قوي وعلمتنا ازاي ما فيش حاجه اسمها مستحيل، يعني كانت تعملنا اي حاجه احنا عايزينها. عزت هو بقى اللي ورانا كل حاجه، اللي علمنا كل حاجه، ورانا كل حاجه. اي حاجه كنا بنقع فيها مشكله او مصيبه او اي حاجه نجري على عزت. كان الله اكبر، ربنا يحميه لنا ان شاء الله. عارفه اللي هو مش اخ، صديق، أخ، أب، كل حاجة. كل حاجة.
بجد. ايه اللي واخده منكم دلوقتي؟ الشغل ولا رئاسه المهرجان ولا ايه بالظبط؟ كله ربنا يكون في عونه والله بجد. يعني هو 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 انا ما فيش حاجه بتاخدهم من 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 مخي. من مخك طبعا ابدا ولا لحظه فكر فيهم طول الوقت طبعا اكيد يعني ده من غير اي نقاش. لكن بس هم محتاجينك تعبر عندهم ما يعرف يعني ممكن انا ابقى شكل لو اخويا احنا على فكره اخ واربع بنات برضو هو حياه ربنا انا اخويا الكبير واحنا اربع بنات برضو. بحس انه يعني انا مش عارفني ان هو ان انا في دماغ هم بيكلمنيش اكيد ده يعني بيأثر بداية. لا لا بس ودي انا بعترف ده اعلان في ان انا كنت مخطئ تماما. وبس اساليها يعني انا بجد ابتديت احاول ان انا ابلاء اتصل بيهم باستمرار اسال عليهم باستمرار بقى يرد بيرد على التليفون دلوقتي بخاف ممكن مش عارف منى وانا اربعه كتير قوي افضل اسال عليهم بسم الله ما شاء الله الله ما شاء الله ما شاء الله انا زيكم بالظبط ما شاء الله لا ربنا يديم الحب ده بينكم ما شاء الله يعني. طب انتوا طبعا اخترتوا الفن وكملتوا فيه طب مها وعزت منى ومنال وميرفت ابو عوف منى بقت ست بيت ومنال مدرسه في مدرسه وميرفت في دكتوره في الجامعه الامريكيه بتدرس. وبتعمل دكتوراه بتاعتها بقى. ايه المناسبه اللي لازم تجمعكم؟ ما فيش ما لا مجال للاعتذار. هي المناسبه دي لازم كلكم تتجمعوا فيها. المناسبه اللي احنا لازم نتجمع فيها لا بنتجمع فيها طبعا رمضان عزيم رمضان والفطار مش حد بيشتغل ساعه الفطار يعني ده اساسي مع ان هشتغل في رمضان وبالنهار بس انا افضل شغل النهار عن بالليل عن بعد الفطار. انا بحب بالليل اكتر والله في رمضان لا نهار ولا ليل يعني رمضان الشغل فيه وناكل وننام مش كده وبعدين ونتخن بتبقي طول النهار ما فيكيش نفس أيوة. تتحركي صح وبعدين تاكلي من هنا تلاقي نفسك عامل كده وما فيهوش نفس يتحرك قبل ما نوصل السحور تاكلي تجي داخله نايمه يعني الموضوع بيبقى أيوة. متعب قوي الشغل فيه. قلبي معاكي بجد ان شاء الله. هما كام يوم ان شاء الله يعدوا. طب اختار لنا اغنيه كده توصفي بيها علاقه مها ابو عوف واخواتها كلهم مع بعض. أغنية بيت العز يا بيتنا. الله ربنا يديمه يا رب بيت العز ده يا رب يا رب ميحرمكوش منه أبدا يا رب والله. شيء غريب جدا إن إحنا لما كنا صغيرين مع بعض في البيت إحنا الخمسة أنا يعني بسترجع الحكاية دي دلوقتي أنا عمري ما عملتهم. أنا كنت طول عمري عايز ليا أخ ولد فكنت بعملهم لأنهم أربع أولاد كان بيخلينا ندلدل من فوق السطوح نلعبوا مع الألعاب اللي نمسك الشبابيك وننط من شباك لشباك نطلع فوق شجر نلعب حرب طين ما كناش وأبويا كان يقول روح يا واد وتعالى يا واد حاجات كده ما كانش بيعاملنا كبنات أبدا. طب إيه علاقة البنات بفاطمة مراتك؟ لا كويسة جدا أخوات كأنها أختكم الخوات بجد كان يعني جه في وقت مثلا ايه فاطمه تعي تعبت لا تتخيلي دول الاقهم يعني لا تتخيلي العكس بقى مثلا تعبت او مثلا تجري عليك تبصي تلاقي على طول اخوات من غير ما انا ابقى في النص خالص بتبصي تلاقيهم وانتوا تتحبوا يعني بتحبوا يعني اكيد هي بتحبكوا ده وبعدين فاطمه وهي تجنن ومتربيه معانا من هي طبعا انا بموت فيها فظيعه. عرفت فاطمه هي عندها 15 سنه 14 سنه دول كانوا يعني وايام العجمي بقى بالظبط في الخطوبه بتاعتي منال وميرفت لابسينها في الشرابات سكات لا فالمعرفه دي خلت يعني عمر ما حصل ابدا طبعا مصريين البطن بتتخانق في بعض طبعا احيانا طبعا انا واخواتي ساعات بنتخانق وهم ياما قطعوا في بعض يعني لكن انه يبقى برات اخ و لا ما فيش الكلام عمرها ما كانت موجوده. طب ايه الاغنيه اللي بتجمع الفور ام كده في البيت لازم لما يقعدوا مع بعض يقولوها حتى لو من حاجات غنيتوها او من اي في الولد ده وفي كده الولد النواتي السفره جاهزه اتفضلي السفره جاهزه السفره دايما يلا خش على السفره نايم بقى رمضان انا عاجبني جدا الموضوع ما تحناش نفطر في البيت جبتكم على طول وقت Thank you.
برضو سالتكم سؤال هناك ايه الاغنيه اللي بتجمع الفور ام وما ردتوش عليا، هنرد هتردوا عليا هنا بقى. الاغنيه بتجمع ايه اللي بتجمع ايه الاغنيه اللي احنا بنحبها؟ مغنواتي. مغنواتي طبعا، طبعا. لان ليها ذكريات كمان. مغنواتي دي طلعت على الهوا واحنا بنفتتح اول تجربه لينا في الفور ام قدام 500,000 نفر ومنطلع الاغنيه ومرعوبين. مرعوبين طبعا. اه طبعا، طبعا. كانت يا فاكر اليوم ده؟ طب نقول حته كده منها يا خراب. مغنواتي مغنواتي عود انجرة اتناتي، الفن عندي هو حياتي، سفر يوماتي وسهر ليلاتي، اشكي اهاتي وهاتي واقول يا دنيا خدي وهاتي خدي وهاتي، ده انا المغني المغنواتي. فكروش ترجعوا تعملوا كده تاني؟ ده دلوقتي بقى في قنوات خاصه وقنوات عامه بقى، الحقيقه بقى في قنوات لكل حاجه الحمد لله. اقول لك ان احنا فعلا عملنا ده وقررنا ده وعملنا اغنيه اسمها راجعين قريب. وعزت خلاص بقى عزت عشان من قد ايه؟ كام سنة؟ سنتين. طيب تقريبا. خايف جدا على وحيات ربنا دي. الفور ام دي كانت حاجه زي ما ماما كانت بتقول في اول البرنامج، حاجه كانت حلم بالنسبه لنا. احنا عشنا 12 سنه في حلم جميل، فخايفين جدا على الحلم ده لا يتشوه صورته في دماغنا يعني، فاهم؟ والله حقيقي يعني كلنا هما يعني متحمسين جدا جدا. هنتخن يعني احنا مثلا يمكن نعمل قريب، انت عارفه هنعمل، بنفكر ميسي تسلم ايدك ريجاذرنج للبيتيشا. يا رب ما تعمل ريجاذرنج للفور ام. لا كفايه. لا وعايزاكم الفكره دي ما تغيروش رايكم فيها. هنحاول ميسي، هنحاول بجد بس بمنتهى الصراحه انا خايف على اللي ممكن يحصل لنا من مش هيحصل لنا حاجه. وده احنا ده الناس في الشارع طبعا من فضلك من فضلك من فضلك قولي للدكتور عزت عايزين نعمل عايزين نسمع الفور ام. اجيال لسه ما سمعوناش. طيب شفت بقى يعني انا الحاجه الغريبه جدا ان في اجيال من الصغيرين يقولوا اصل ابويا وامي حكوا لي يعني صغيرين. ايوه طبعا. ما 9 سنين و10 سنين ما حضروش. ابويا وامي حكوا لي على الفرقه ونفسنا. طب فين الاستوديوهات؟ بس دلوقتي على النت على اليوتيوب بيلاقوها. لا بتلاقيها. السنه دي رمضان مختلف بالنسبه للدكتور عزت ابو عوف. انا عندي حفيده دلوقتي بنت كمال. بس حاجه بقى بنت كمال اسمها ايه؟ سبا. الله. وهي عندها اسبوع تاخد روحك. عارفه البيبي اللي ياخد روحك كده. والله يا تشربوا ايه يا مسندوق؟ تشربوا ايه؟ انا اخد كركديه كلنا. حلو عشان الضغط. انا سمعت ان انتوا كنتوا بتتمرنوا في بدروم الشقه بتاعتكم في الزمالك صح؟ حقيقي كان هو المقر بتاع التدريبات. من ورا ابويا. طب ايه كانوا ممكن معترضين على ابويا؟ معترض. امي هي سبب الفكره. مش سبب الفكره، ان هي اللي رشحتنا ان احنا عشان عزت كان بيدور على اربعه او بنات يعني. انت ما تاخد اخواتك. قعدنا 6 شهور نعمل بروفات من غير من ورق اي، ما فيش حد يعرف غير امي. ويوم الافتتاح كملي لا في يوم الافتتاح حصل لقينا بقى الراجل بتاع اللي احنا هنشتغل عنده منزل نص الاهرام الجورنات. وبقى مفاجاه الموسم عزه تبوف اخواته البنات فور ام. بابا ما يعرفش حاجه. بابا ما يعرفش حاجه خالص. الاهرام كده يوم الجمعه بس. عامل ايه؟ عارفه فيلم جودزيلا؟ راجل او كينج كونج. والله البتاع كان متراجع. وامي راحت داخله علينا عزه طبعا في البيت نايم الساعه 8 الصبح 9 الصبح. اجروا ابوكوا قرى البتاع. جرينا كلنا رحنا على عزت في البيت. ابونا سامع وعرف وقرا وحاول يمنعكم. رحنا بقى لقينا الصعيد كلها تحت في الجنينه بالبنادق. والله وحاول يمنعكم فعلا في الاول. زعل منا وقعد مقاطعنا فتره طويله. بس اصريته. وفي الاخر لحد ما هو اقتنع بقى انها حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه. قلت له تعالى اتفرج. لو ما عجبكش انا بوعدك ان احنا هنوقف. مش هنشتغل يوم واحد ليه. فجيه جاي بقى ايه على امتعاط فظيع. بس هو فعلا ما كانش ابويا بس ما كانش حد متخيل ايه اللي هنعمله ده. ايه احنا هنعمل 6 شهور فاكر؟ قلنا 6 شهور وخلاص وده خلاص بطل. لما وافق وحب الموضوع كملته بقى. طب انا عندي ليكم مفاجاه بقى. هي هديه. ايه قولي لي.
حالا دلوقتي كمانجا. اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ تمام. الله بتفكرني برمضان بقى بجد. انا مبسوطه ازاي بالحلقه دي كلها كده، احاسيس ومشاعر وحب ومفيش حاجه اقولها بجد بعد ده. بس انا عايزه اطلب منكم ان انتوا تقولوا كلمه لمنال وميرفت ومنى من اخواتهم اللي بيحبوهم، بس مش دلوقتي. منال وميربت كل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم يا رب بصحة وسعادة، وحشتوني، وحنتلمى مع بعض قريب جدا، وبحبكم جدا 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 وانتوا عارفين. طبعا كل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله، ورمضان كريم. بس الحاجة اللي كنت عايز أقولها لكم، الحاجة اللي مها كنا أثرناها جوه دلوقتي مع غادة وكده، إنه أنا صحيح الفترة اللي فاتت كنت بعيد عنكم أنتوا الأربعة، أنا بتأسف لكم جدا على الهوازة، كنت نسيتكم أنتوا الأربعة في يوم من الأيام، أو مش نسيتكم، أنا عمري ما نسيتكم، ما كنتش معاكم، وبقول لكم هعوضها لكم إن شاء الله. وأنا أنتوا عارفين أنا بحبكم قد إيه، وأنتوا مش بس اللي بحبكم دلوقتي، أنا بحبكم أنتوا وأولادكم، مي وملك وشريف طبعا، وأدهم ومحمود، و يعني مش 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 قادر الاقي الكلام اللي اقول لكم مدى حبي ليكم. بحبكم جدا، كل سنه وانتم طيبين، وهنتقابل قريب، وانا وعدكم بكده. يلا بينا. يلا. والان وقد عانقتني الوحدة، أتمنى أن أعود يوما لتلك الأيام، أنت وحدك تعانقيني حبيبتي.